السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة هنوداكوك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال طيبة إن شاء الله. اليوم جيت نوجد معكم واحد الوصفة بالباذنجان. الباذنجان اللي ما كنلقاوش بزاف شنو نديرو به، أنا جبت لكم واحد الفكرة مغايرة، نتمنى أنها تعجبكم ونتمنى الاستحسان ديالكم. غادي نقطعوها من الداخل، دايره بحال شي كاطو، غادي نقطعوها من الداخل باش نشوفوا كيفاش كتجي. نتمنى الى عجبكم الفيديو تابوناو وتبعوا الفيديو من الاول حتى التالي باش تعرفوا كيفاش صوبته. وبالصحه والراحه، انا غادي نقطع معكم. بالنسبه للحشوه، بسم الله، غادي ندير البصل ديالي كيطيب، غادي ندير له شويه ديال الملح. وبالنسبه انا عندي هنا قليل من لحم الدجاج، غادي ندير لها شويه ديال التوابل، ندير شويه ديال الخرقوم، قليل من الزنجبيل، الفلفل الاحمر، الكمون، الفلفل الاسود، قليل من الملح. غادي ندير التوابل ديالي هاد الدجاج، غادي نضيف له قليل من زيت الزيتون، وعندي هنا واحد الثومه، وغادي ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس، وهنا عندي شويه ديال الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وغادي نطيب هادشي كله باش نديرو في الباذنجان ديالي. بسم الله. من بعد غناخذو الدنجال ديالنا اللي غادي نقطعو على شرائح طويله على هذا الشكل. غادي نستمر نقطع هاد الدنجالات باش ما نطولش عليكم الفيديو ونرجعو نشوفو. من بعد كناخذ واحد الزلافه كنديروا فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت البلديه والاعشاب المنسمه، وكناخذوا هذا الباذنجان ديالنا كندهنوه من جوج ديال الجوانب، وكنديروه هنا يتقلى شي شويه غير في الزيت اللي كنديروها على هذا الشكل. نستمروا على العمليه حتى يطيب الباذنجان ديالنا. كيولي على هذا الشكل، يمكن لكم ديروه في مقله عاديه جدا، غير انا كتعجبني هذا الماشين، لا ماشين، حيت كتخلي هذه الخطوط وصافي. انا غنكمل هذه العمليه ونرجع نوريكم الطريقه. اخيرا كنديروا شويه ديال لي بات، هذه كتبقى عمليه اختياريه. والان اول حاجه غادي نقوم بها، غادي ندهن المول ديالي بشويه ديال الزيت من الجوانب، وغادي ندوز نصوب الان. غادي نبدا باضافه الحشوه ديالي من الداخل على هذا الشكل. بعد نزيد الفرماج،
والان غادي ندوزو غادي نديرو في الفران اللي غيكون مشعول على 200 درجه ونرجعو نشوفو النتيجه النهائيه. من بعد البنجال ديالنا ما طاب جبدناه من الفران، هانتوما كتشوفو كيدي مولا فاسيلمون. فوالا غادي نحاول نديرو في طبق اخر، طبق التقديم.